إذا اليوم راح نبني باستعمال السيميلينك بناء على الفوريير سيريز اكسبانشن للسكوير ويف، راح نبني السكوير ويف باستعمال سيميلينك. راح نبدا فايل جديد. راح نبدا فايل جديد هون نيو، وهذا الفايل راح نبدا نحط فيه. هلا احنا بدنا ساينوسويدال سورسز، نروح على سورسز راح ناخذ ساينوسويدال او سيجنال جنريتر. ما اخذنا ساين ويف، ناخذنا ساين او سكوير، اخذنا جنرال صحيح ناخذ. طيب ماشي، ناخذ سيجنال جنريتر. اوكي خلينا ناخذ سيجنال جنريتر. خلينا نعمل فيها جنريشن للسيجنال الاصليه اصلا، وبعدين راح نعمل وخليني الباقي هذوك عشان ااكد انهم ساين ويف، الباقي راح اعملهم ساين ويفز. اذا راح اعمل مجموعه من الساين ويفز. خلينا نشوف نقرر كم وحده راح نعمل. إذا احنا بدنا نشتغل السيجنال الأصلية نقول إنها كانت 50 هرتز سكوير، وهذه رح نعملها سكوير ويف صحيح؟ رح نقول هون أوكي، وبتذكر المرة الماضية ضربنا هذه في ماينس عشان يبدأ عندي تكون تشبه الساين، عشان ما يكونش في عندي 180 ديجري فيز شيفت، فرح آخذ من هون جين. اليوز بلوكس وناخذ كين من هون، والكين هذا راح ناخذه ماينس 1. راح نعمل هذا الكين ماينس 1 اوكي، بعدين راح اجمع هذا من هون. هلا هذه هون تاكد انها سكوير ويف، حطيناها سكوير ويف مضبوط. الامبليتيود خليناها واحد هلا بالحاله هاي، مش مشكله عندي هذا صحيح. هلا هون بدي يكون عندي الفريكونسي هون كمان 50، هذه هون راديانس بير سكند الفريكونسي. طيب رح نعملها بتساوي 50 ضرب 2 ضرب باي، اظن هيك بزبط معي. ليش لانه هو طالب مني يساوي اوكي. هلا هو طالبها مني بالراديانس بير سكند، بس انا بدي الفريكونسي 50 هرتز، فحتى احط هذا انا كان ممكن انا على الاله الحاسبه اضرب 2 في باي في 50 واحط بيطلع يمكن حوالي 314، بس الاوضح للشخص الثاني لو اجي حد ثاني قراها بفهم مباشره انه انا قصدي 50 هرتز. اوكي واضحه هون انها 50 هرتز، بس الوحده راح تحطها في الراديانس بير سكند. طيب هلا هون راح نعمل مجموعه من هذول، فراح انسخ هاي مثلا، خلينا نحط عدد منهم. رح اخذ الان هاي احطها هون، رح انسخ كمان واحدة. حيمثلوا عدد ال n؟ بدنا نمثل العدد اللي بدنا نحطه. هلا بدنا ننتبه انه كل واحدة من هذول رح تنضرب في جين معين مش هيك؟ فالجين بدي اضرب الاولى في واحد والثانية في واحد على ثلاثة وواحد على خمسة. فعندي هلا هون اذا بتحبوا ممكن نحط هذا الثيرد هارمونيك، رح اسمي هذا الفيفث هارمونيك. هكذا خلينا ناخذ هذه ننسخها. وهذا راح يكون السيفنث. ونعمل هذا راح يكون ناينث. متذكرين ما كانش في عندنا ايفن؟ ما كانش في عندنا غير ساينز، ما كان في عندنا كوساينز، ما فيش عندنا غير اود نمبرز. خلينا ناخذ لل 13، فرح ناخذ كمان واحد وكمان واحد. فرح ارفع هذا هون وهذا خليه يكون ال 11.
وهذا نعمله 13. هلا نفس الشيء لما بحط الفريكونسي ما تضربها على الآلة الحاسبة. حط ضرب 11 وضرب 13، خلص واضح للشخص اللي بيفتح الفايل بفهم، فاهمين علي شو قصدي؟ يعني هون ما راح احطها هذا، راح اضربها انا هلا في 3 حتى تكون مبينة انها هاي هي الثيرد هارمونيك. وهاي راح اضربها في 5 عشان تكون مبينة انها الفيفث هارمونيك وهكذا. هيك هاي اوضح لشخص ثاني بيجي بيقرا الفايل تبعك بفهم انت ايش قصدك، وانت نفسك بتفهم شو اللي قصدك كان تعمله لما عملت هيك. اذا هذا هي السيفنث، راح اعمل هون كمان الناينث، 9 وبعدين 11 وبعدين هون 13. ما هو ما طلع معنا، تتذكر لما عملنا الاناليسيس كان يطلع معي الاي 2 والاي 4 والاي 6 كل الكوفيشنز كانوا طلعوا زيروز معي. وهذا بيجي من شكل الويف فورم، رح تشوف رح اشرح ليش من شكل الويف فورم. اذا الويف فورم سيمتريكال ابوف ذا اكس اكس ابوف التايم اكسس وتحته، اذا كانها سيمتريكال يعني صوره مطابقه ميرور ايمج، ما بكونش عندي ايفن هارمونكس، بكون كله عندي اود هارمونكس. وغالب الويف فورمز اللي بتعامل معها زي هيك، غالب الويف فورمز في الحقيقه هي هيك، حتى السيجنلز رح نشوفها في الباور الكترونكس. هلا هون بدنا نعمل جين، رح نضرب جين كل واحد من هذول رح نضربه في قيمه. فراح احط لحل واحد، انا بقدر احط الجين في الداخل، بس بدي الجين يكون واضح برا. اذا ناخذ اول واحد هون، خلينا نعمل له الاينمنت عشان يترتب. ونعمل له هذا الاينمنت هون. هلا هذا رح يكون واحد، خليه واحد مش مشكلة، أنا عارف إن احنا ضربنا في واحد. وبعدين ناخذ الثاني هذا رح نحطه واحد على ثلاثة، ورح نحطه واحد على ثلاثة مش 0.33. بعدين راح ناخذ كمان واحد، واحد على 5. من وين عرفنا انها 1 على 3 او 1 على 5؟ كيف عرفنا؟ من الاناليسيز اللي عملناها، من السيريز اللي عملناها المره الماضيه. انا هون حطيت هاي مش ديفايدد، هاي هون 1 على 5. لما عملنا الاناليسيز المره الماضيه لما حسبنا اي ان طلعت معنا اي ان فيها 1، يعني تتذكر لما عملنا تكامل مش التكامل قسمنا على ان؟ التكامل هذه من هون اجت التكامل القسمه على الان اللي هو الهارموني. هاي عندي هون 1 على 7. ليش لا عملت ليش عمالي باخذ هذا 1 على 7؟ وبعدين عندنا 9 على 9. هذا ما بين معك هيك التفاصيل، بدك بس تكبر البلوك شوي حتى يبين. 1 على 11 وبعدين 1 على 13 اخر شيء. طبعا احنا نظريا اذا بدنا نكملها كامله وين لازم نروح؟ لانفينيتي، بس ما بنقدر. وراح يصير الخطا بسيط لو وصلنا، عاده لو وصلنا لحد 25 هذا كافي. اذا هلا هذول كلهم شو بدنا نعملهم؟ بدنا نجمعهم نعمل صم. فبدنا ادر. هلا في ادرز، في نوعين من الادرز، في واحد انسب من الثاني. ما بناخذ الدائري، هذا ما بنفعنا لانه عندي عدد كبير الشكل، او هذا بقدر اخذه واغير شكله اظن. خلينا اشوف بنغيره. هلا هون اذا بتروح بدال راوند بتعمله ريكتانجلر، وعدد الانبوتس وين عندي عدد الانبوتس؟ هاي الزائد صحيح ليست اوف سايدز 7. عندنا بدنا 1 ل 13 قديش بيطلعوا؟ 1 2 3 4 5 6 7 7. اذا بنعمل هون 1 2 3 4 5 6 7
واحنا بنجمعهم جميع ما فيش الاشاره كلهم بوزيتيف لما طلع معنا لو في اي ان نيجاتيف بنعمله نيجاتيف إذا عندي هذا المجموع جاهز. هلا المفروض انه هذول التو سيجنالز يبدوا يشبهوا بعض كل ما زدت طبعا عدد هذا. فبناخذ هلا سكوب هلا اذا بدكم عشان نحطهم على نفس الهاج شو بدنا نستعمل مالتيبلكسر حط مالتيبلكسر عشان نحط التو سيجنالز على نفس الخط ويعملوا نعملهم سوبر بوزيشن. فاذا بنرجع على اللايبرري براوزر بدنا مالتيبلكسر ماكس حط هذا ناخذ هذا الشانل لتحت. الالوان تذكروا الالوان اول لون بيكون عاده اول شانل بيكون اصفر والثاني ماجنتا. إذن هيك احنا جاهزين نشتغل. مش هيك ما بدنا جي او اي لانه فيش عندي باور كومبوننتس على فكره مزبوط. احنا كل اللي استعملناه هون بس سيميلينج ما استعملنا شيء ثاني. هلا بعدين اذا استعملنا اشياء من السيم باور سيستم لازم احط الجي او اي باور جي او اي. خلينا اصغر هون ال 0.2 راح اعملها 0.2 عشان يكون عندي حوالي 10 سايكلز من ال 50. نعمل ران هلا هاي الشكل هذا سببه مش الويف فورم هيك سببه السامبلينج تايم منخفض مش سيء في هذا. فانا دائما اللي بعمله في الاوسيلوسكوب بغير اول شيء الليمت لاست بوينتس ل 500 بعدين بغير السامبلينج تايم وبحطه 1 مايكرو سكند 1 اي تو ذا ماينس 6. هاي يعني معناها انه خذ السامبلز على 1 مايكرو. هاي بس طريقه قراءه الاوسيلوسكوب للسيجنال ما بتغير السيجنال نفسه بس طريقه العرض تبعها الريزولوشن واطي كانت. منعيد منعيد هاي نفسها. هلا اذا بنطلع هون هاي واضح عندي هاي السيجنال الاصليه. في عندي اظن شيء في شيء غلط في السامبلينج تايم 5000 عدد هدول قصدك هاي ولا هاي؟ لا 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 خلص انا شلتهم خلص شلتهم بعملش ليميتيشن. بالاول كان ما بعرضش غير بس في شيء غلط في الامبليتيود عندنا. ايش الغلط في الامبليتيود؟ لانه مش عم بقترب من واحد مظبوط. ايش الخطا؟ امبليتيود واحد مظبوط مش هيك؟ وهي 2 في باي. نسينا احنا في عندنا كان معامل مش هيك؟ مش كان عندنا 4 ام على باي فلازم اضرب في 4 على باي. متذكرين لما حسبنا؟ كان في عندنا واحد على باي وبعدين ضربناه في اربعه، فلازم اعمل ادجستمنت للسيجنالز هذول كلهم، اضربهم كلهم في 4 ام على باي، هلا ام في الحاله هذه واحد مزبوط؟ هذا احنا لما عملناه هون هذا واحد، فلازم يكون في عندي ادجستمنت اضافيه هون اعمل جين، الجين هذا يكون 4 على باي، فبننسخ هذا الجين عشان يصير صحيح المعاملات، المعاملات كلهم مزبوط كانوا مقسومين واحد على ان بس كانوا كمان كلهم مضروبين في 4 على باي. فإذا هذا لازم يكون عندي هلا 4 على باي. نعمل رن مرة ثانية. هاي عندنا واضح هون إذا بنطلع على هاي عمالها السيجنال بتقترب من السيجنال. وطبعا كل ما بدي إياها تتحسن تقترب أكثر بدي أزيد عدد عدد الساينس عدد التيرمز اللي بنرفعهم بنرفعهم ل 25 بنرفعهم ل 49. هاي بتفرجينا انه شغلنا صحيح بس كان لازم ننتبه على باي على 4 لانه احنا 4 على باي بنضرب 4 على باي لانه هيك كانت الكوفيشنس اللي طلعناها من الفورير سيريز. واضح انه تشانل طبعا من الالوان واضح انه تشانل الاول هو سكوير ويف وتشانل الثاني هو مجموع هدول كلهم اللي موجودين السيجنالز اللي احنا اخذناها.